هذا الغول المتسلط على شبابنا من أجل أن تكون الانحراف جماعي، يعني ما عادش يكون مثلا فردي، يلزم هالمجتمع هذا الكل يذوب. بما أنه ثم حرب على الإسلام يكون زاد حرب على المجتمع بصفة عامة، وبالتالي نتهناو على الدين وعلى القرآن وعلى الإسلام وما عادش عنده وجود من الأساس، ونكون هكاك. هذه حسب اعتقادي الأيادي الخفية اللي وراها، وباعتبار حتى أنه المنظومة ضربت في عهد العابدين، المنظومة الأخلاقية في حد ذاتها والتربوية ضربت. يعني في بالك اللي احنا عنا نستورده في التعليم، يعني في نستورده في البرامج نتاعنا التعليمية، يعني ما عندناش احنا خبراء توانسة يحطوا في البرنامج نتاع التعليم. حتى أني لهنا نعرج أنه تالمو هذا الحديث اللي نحكي فيه صحيح، في الكويت وصلت أمريكا حبت تنحي الآيات الجهادية اللي تحث على الجهاد، حتى أن البرلمان الكويتي وقف صامد، يعني بعض النواب الشرفاء وكانوا مش يتمشيوا مع الاقتراح هذا وينحيوا الآيات الجهادية. بالتالي نرجعوا زادة حتى على مستوى الاستيراد نتاع البرامج، الصور المتحركة اللي يتفرجوا عليها شبابنا وصغارنا في كلها كان عنف. أنا عندي ولدي حرمت عليه التلفزة، معناتها كي يتفرج كان يبدا ولا عنيف، من حش بدا يتفرج لي على صور متحركه ولا عنيف، لانه حتى الاستيراد نتاع الطريقه اللي صور متحركه اللي باش يتفرجوا عليها شبابنا وصغارنا واولادنا يعني عنيفه، فيها العنف اكثر منه من السياسه. اركو في فرنسا، هل هذه ممنوعه؟ هل الصور المتحركه اللي يجيبوها لنا هذه في فرنسا ممنوعه منعا باتا، ولا يجوز على الاطفال مشاهدتها مهما كانت نوعها؟ يعني يعطيوها لنا ويصوروها لنا، يعني يصدروها لنا نحن، يطلعوا الاولاد يعني الطفل يطلع عنيف، وبالتالي باش ما نحتكرش الكلمه يولي فهمني ولا سلوك ذاك يولي عنده سلوك عدواني. هذا يرجع ينعكس بالطبيعه في المدرسه، زيد عليه معناتها بصفه اوضح هو المربي اللي هو في حاجه الى، سامحني في العباره، مش كل في حاجه الى تربيه، يعني توا المعلم او المربي مش الكل عاد، مش الكل يا سي محمد، مع احترامنا ليهم تخلى عن مع تحياتنا للاسره التربويه الكل، يقرا ولا ما يقراش، المهم يجي مركي سويه ويخرج، ما عاد تسمى مراقبه. هذه استثناءات عاد سي محمد، هذه استثناءات ما عادش يسمع فيها ولا سي محمد. يا سي محمد هذه استثناءات نعتبروها، ومؤكد انه في الاسره التربويه نعتبروها في غالبها، والكل احنا نقول الكل، يعني من المفترض ان يكون المربي ديما هو الصادر عنه رساله نبيله ورساله كبيره، ولابد ان نحييها على هذه الرساله. على كل انت اعطيتنا بعض الاسباب المهمه واعطيتنا بعض الاسباب الرئيسه اللي تخلي الظاهره تتنامى في المجتمع، وهذا مهم. ولكن سي احمد، يا هل ترى العنف ينجم يكون حل لبعض المشكلات؟ سمعنا احنا في بداية الحصة زوز تلامذة يقول لك احنا تعاركنا وعركة كما هذه معناها ربما بسيطة ولكنها كبرت من بعد، ومن زوز تلامذة وليت مجموعات ما بين المعاهد. يجب يكون العنف حل للمشكلات؟ عمره ما العنف نجم يكون حل، بالعكس العنف يخلي المشاكل تتفاقم، لأنه معناها الإنسان لما تواجهه برد فعل عنيف أنت ستثير غضبه، ستثير أعصابه، سيحاول أن يرد الصاع صاعين والكيل كيلين. وتعرف أنت المشكلة اللي وقع وخذيناها عينا الليلة في حصتنا هذه بين مؤسستين تربويتين عريقتين في مدينة صفاقس، معناها السبب متاعه سبب بسيط، سوء تفاهم بين تلميذين. هو راهو ساعات العنف بكله سي احمد، حتى في بعض الظواهر الاجتماعيه جيت لوجه على السبب تلقاها بسيط جدا. معناها شوف السبب، سوء تفاهم بين تلميذين تحول الى تبادل عنف من مجموعات، تحول الى ضرب بعصي بحجاره بالات حديديه ما شابه ذلك. هذا يذكرني بالعهد الجاهلي عندما كانت تنشا الحروب لاسباب تافهه، وأنت أستاذ العربية وتعرف قصة حرب البسوس. نعم. وحرب داحس والغبراء. نعم. وهذه الحروب اللي منشأها مسألة تافهة، ناقة دخلت إلى أرض جار صاحب المزرعة فأكلت شيئا من العشب. إلى متى مش نقعدوا نعانيو هكا؟ شوف كيفاش ما هو. إلى متى؟ هذا العهد الجاهلي اللي تحدثت معنا توا، تبارك الله، معناها تطورت الأمور. ثم عامل مهم راهو الظاهر على أنه السبب بسيط بين تلميذين،
لكن ثم عوامل أخرى نفسية أيوة. واجتماعية، ولكن السبب هذا هو الذي فتح الموجة، فتح النار، فتح النار. أيوة. فتح النار، لأن نقول عوامل نفسية. أنا زاد كيف مش نرجع للمنظومة التربوية، نرجع للمنظومة التربوية، راهو معهد الهادي شاكر ركب كله معهد الهادي شاكر. أنا كنت قريت غادي ودرس غادي كمعهد الهادي شاكر، ثم فيما بعد تحول تقسم ولا في معهد نموذجي به على المستوى النفسي. أنا نحلله مش نبرر، وإنما نحلل. أنا تلميذ في معهد الهادي شاكر، ومعهد الهادي شاكر اللي كان قبل يخرج الكفاءات على المستوى الوطني، ومازال يخرج، مازال. لكن الكلام ذا وقت اللي ثم موجود هذا، نعطيك الاحساس حتى من خلال التواصل مع التلاميذ، مع تلميذ في النموذجي اللي في وضعه اريح، واللي حتى في مستوى اختيارات الاساتذه الى غير ذلك، واللي في مستوى البرامج وحوايج اخرى اجتماعيه وثقافيه وتربويه وسياسيه، هذه كلها تتفاعل وتتضافر مع بعضها. ادنى سبب هو اللي ماشي كما نقولوها، يخلي الخلافات ويخلي العنف يظهر. انا اقول هذا من اجل النظر في الحلول التي ينبغي أن توضع في خطة استراتيجية وطنية، باش صغيراتنا الكل تكون ثم تكافؤ في الفرص بيناتهم. نعم. وكون نعم. ثم مساواة وثم عدل فيما بينهم. نعم سي أحمد، العنف لا مبرر له، فماش حتى مبرر للعنف. ما نجموش نقولوا العنف هذا يجيب حل مهما كانت المشكلة. نعم. مهما كان الوضعية، فما تربية تقوم على الحوار، على احترام الآخر، على احترام الذات الإنسانية، على القيم والأخلاق. هذه هي اللي لو حلت محلها، ما كنا بصدد الحديث عنه من أسباب ظهور ظاهرة العنف، لا ربما المشكل قل. هو صحيح راه الخير والشر موجود وسيظل موجودا في الدنيا إلى يوم القيامة، إلى لا. أن تقوم ساعة. ولكن واجب الإنسان اللي ربي جعله خليفة في الأرض أن يقاوم الشر وأن يسعى بالخير ما عاش إلى آخر يوم في حياته، يسعى بالخير ويقاوم الشر. هذا هو. لو كان الناس الكل تتسلح بهالعقلية هذه، أنا استخلفني ربي في الأرض لأعمرها، استخلفني ربي في الأرض لأزرع الخير ولأقاوم الشر والظلال. ربي وفقنا إن شاء الله. احنا نحب نبحث عن الحلول وكذلك عن العلاج، ولا بد ان نستند كذلك الى اهل الاختصاص من خبراء التربيه. معنا الاستاذ سامي شبشوب، مرحبا بك سي سامي، باعتبارك خبيرا في التربيه لابد ان نستمع الى صوتك والى مقترحاتك اللي ممكن ان تقلص من هذه الظاهره في الفضاء التربوي. وفي الواقع بعد تحيه ضيفيك، شكرا سي أحمد وسي محمد، أنتم تتطرقون إلى مسألة شائكة وعويضة، لكن قبل التطرق إليها أود أن أصحح بعض ما ورد من نعت هذا العنف بكونه عنفا مدرسيا. أنا أود أن أستعمل عبارة أخرى، كأن نتحدث عن العنف داخل الفضاء المدرسي. نحن نتحدث مثلا عن العنف داخل الملاعب الرياضية، ولا نقول العنف الرياضي، ونفس الشيء لا يقال العنف المدرسي، بل العنف داخل الفضاء المدرسي فقط، لأن المدرسة في الواقع لا تنتج العنف. هذا من ناحية. إذا انطلقنا من أن الاكتشاف الأهم للإنسانية الفضاء المدرسي وقد اكتسحه العنف، أي العنف داخل هذا الفضاء. نعم. ولا نقول العنف المدرسي. نعم. هذا من ناحية. نعم. الاكتشاف الأهم للإنسانية هو اكتشاف مضاعف، هو اكتشاف فن حكم الناس يقول كانط، وفن تربيتهم. وما دمتم تتحدثون عن العنف داخل الفضاء المدرسي، نحن نعرف أن قواعد الجودة العالمية في تنظيم الحياة المدرسية تقسم الحياة المدرسية إلى قيادة المؤسسة، حسن التصرف في الموارد البشرية، حسن التصرف في الميزانية، التصرف في الموارد المادية، تنظيم الحياة المدرسية، وضمان حسن سير التعلمات. إذن المشكلة التي نتطرق إليها اليوم هي واحدة من ستة مجالات، هي تنظيم الحياة المدرسية. هل تستمعون إلي؟ نسمع فيك.
بالضبط. تنظيم الحياة المدرسية، وذلك أولا بضمان التعايش بين جميع الأطراف، ثم نظام داخلي، ثم توزيع لمهام التأطير، تأطير التلاميذ يبدأ مضمون، ثم جدول لتوزيع القيمين على المواقع متاع المدرسة، ثم استغلال لقاعات المراجعة، احترام النظام الداخلي يمسح عليه التلميذ في بداية السنة، ثم إمكانية أيضا لتحقيق تنشيط ثقافي يخلق شخصية متوازنة، ويكون ثم برنامج سنوي لهذا النشاط الثقافي، ثم تفاعل مع المحيط الثقافي الاجتماعي، حسن استغلال الفضاءات والتجهيزات، وتوفر يعني عون توثيق ذو كفاءة يمكن التلاميذ من الإبحار ساكن الزر زكراز التترا. إذن ثمة أشياء عديدة، كأن تضمن كذلك المؤسسة دروس دعم للتلاميذ، وتقوم بالتمارين التقييمية التشخيصية في الوقت اللازم، ودروس دعم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الصعوبات. كل هذا تأمين الأكلة إذا كان ثم مبيت، نعم، مع احترام قواعد الصحة. كل هذا يخدم ماذا في نهاية الأمر؟ هو في نهاية الأمر في خدمة التلميذ. ولذلك الحياة المدرسية لا ينبغي أن ننسى ما يبذله المربون والسادة المديرون في الواقع في هذا الغرض، لكن أن يظهر العنف في المدرسة فمعنى ذلك أننا نعيش تحولات لهذه الظاهرة. كيفاش نخلصوا من هذه الظاهرة؟ العنف التاريخي كما كان يتحدث في محمد المديني، أيوة، والإنسانية لم تتمكن من تجاوز مفاعيله مجاوزة نهائية، لكن استمرار هذه الظاهرة وحضورها ضمن تلوينات مهددة للحياة صار يدعونا أكثر من أي وقت مضى إلى فهمه كظاهرة، وذلك برده إلى أسبابه الحقيقية. لماذا أقول رده إلى أسبابه الحقيقية؟ لأن الوقوف عند حدود إدانة نتائجه والتعامل مع ذلك بمنطق أخلاقي فقط لا يكفي، رغم أننا في نهاية الأمر نثمن ما ورد على لسان سي أحمد بوشحيمة عندما يقول لك إنما الأمم الأخلاق ما بقيت إرادا لذلك البيت المشهور. يعني بلغة أخرى، نحن لا ننقص ولا نعطي الأخلاق دلالة انتقاصية، ولكن مع ذلك إذا كنا نريد أن نواجه العنف فلا بد من فهم أسبابه الكامنة وراءه، لأن العنف هو في نهاية الأمر هو قوة لا قوة، وبالتالي مواجهته بالعنف لا يكون إلا في مستوى أخير حين تواجهه الدولة. ذلك أن الدولة هي التي تسمح لنفسها اليوم بأن تحتكر العنف الشرعي لنفسها. دايور التلامذة اللي قلت عليهم أنهم قاموا بالعنف دخل الأمن. لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر ثم أمن وثم عنف شرعي هو الذي تمارسه الدولة، لكن ثم جماعات اليوم فهمتني ما عادت تؤمن بضرورة احتكار الدولة للعنف، ما يمنش فيهم. المهم بالنسبة إلينا هو أن هذه الظاهرة هي وجدت، ولكن لابد من أن نشير إلى أنها ظاهرة نسبية، ولأنها ظاهرة نسبية فلا ينبغي أن نتعامل معها كما لو كانت أقوما أو ثابتا بنيويا في وجود الإنسان. لا أبدا، ليست في آخر الأمر إلا ظاهرة نسبية غير قابلة لأن تصبح أقنوما أو تعتبر كشيء أصلي وبنيوي. سي سامي رجال، نعم سي سامي، إذا كان ثم بعض الحلول الممكنة المثقف من دور هام إزاء العنف، أيوة، لأنه قادر على نقد وطرح الأشكال المختلفة، أيوة، له. ولأن العنف ظاهرة نسبية ظرفية فالأفضل أن لا ينطلق المثقف من الأحكام الأخلاقية. نعم، مع الشكر والتحية ليك سي سامي على التدخل الرشيق المتميز اليوم معنا في زدني علما. كما سمعناك حبينا نسمع كذلك أهل الاختصاص من علم الاجتماع، والحصيلة كانت كالآتي. ظاهرة العنف المدرسي هي ظاهرة معناتها جديدة لكنها يعني قديمة، يعني هناك العديد من الأسباب. معناتها وقت نتكلم على العنف المدرسي نتكلم على المؤسسة المدرسية. المؤسسة المدرسية هي مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، هناك الأسرة، هناك المدرسة، هناك وسائل الاتصال، هناك الثقافة. يعني هناك خلل ما يعني في المؤسسة هذه، والخلل هذا مرتبط يعني بالعديد من الجهات.
معناتها هناك اسباب يعني ثقافيه ناتجه عن عندنا الثقافه الابويه والتسلط الى اخره، هناك اسباب يعني داخل الاسره، هناك التوتر وهناك العلاقات الزوجيه وهناك ايضا هناك المناخ العام، يعني هناك الضغوطات هناك التوتر. معناتها خلافا للمجتمع الحديث في الغرب الذي خلق مجتمع مدني، خلق مؤسسات يعني تنمي ظاهرة يعني السلوك المدني في المجتمع التونسي، يعني قضوا على يعني المقاومات الدينية لكن لم يخلقوا يعني مثلا مجتمع مدني قوي، ذلك نادس على التسلط السياسي، يعني هذا من بين الظواهر الأساسية التي تفسر آليات يعني العنف في المدرسة. وهناك هناك ظروف يعني سياسية في الوقت الحالي، يعني من المؤسف أنه نشوف أنه تسييس المؤسسة التربوية، وهذا الشيء معناته ماهوش في مصلحة المؤسسة التربوية في تونس، يعني من المفروض تحييد، يعني مش معناته إنسان ما عندوش إيديولوجيا ما عندوش قناعات إيديولوجية دينية، لكن هناك هدف هو التربية. دونك وقت ندمجوا المؤسسة هذه في المطرح كذا إيش معناته؟ يعني وقت نشوفوا معناته العلاقة ما بين الأستاذ وبين الطلبة إذا مش تولي علاقات يعني مسمومة، هذا معناته يعني يولي يأسس إلى يعني العنف وإلى معناته كما نقول حتى يد حتى إلى حرب الأهلية. هذا رأي علم النفس، ثم رأي علم الاجتماع في تنامي ظاهرة العنف داخل الفضاء المدرسي، ولكن نسأل في نهاية حصتنا اليوم عن مسؤولية هذا التنامي لهذه الظاهرة في الفضاءات المدرسية. ما دور سلطة الإشراف؟ ما دور المربي؟ ما دور العائلة؟ ما دور التلميذ؟ لكل أطراف شنو دورها اليوم بها سيدي الظاهرة توجدت، ولكن شنو دور الأطراف هذه في تقليص هذه الظاهرة؟ ما نقولوش القضاء عليها سي أحمد، لأنه ربما هذا يولي من المثاليات، ولكن على الأقل التقليص منها والحد منها في فضاءاتنا المدرسية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذا ما تحمل كل إنسان مسؤوليته على أتم وجه فإن الأمور ستسير نحو الأفضل. نعم. نحن بحاجة إلى بعد الثورة اللي عملناها في البلاد في وقلبنا النظام السياسي، نحن بحاجة إلى ثورة في العقليات وفي النفسيات وفي الرؤى. موجودة ولا هالثورة هذه طوى؟ موجودة طوى، أنت ترى هذا، أنت أسأله أنا أسأله. نرجو أن تكون موجودة، وإن لم تكن موجودة فنحن ندعو إليها، ندعو نحرص على وجودها. نعم صار. نحرص على وجودها، نحن نتطلع إلى أن نراجع أنفسنا، إلى أن نراجع مقومات الهوية حتى نستطيع أن نتجاوز الصعوبات التي نعيشها على جميع المستويات، بما في ذلك موضوع العنف المدرسي. الأستاذ سامي شبشوب صديقنا العزيز رفض كلمة العنف المدرسي، على كل حال لا مشاحة في اللفظ، هي القضية مش احنا نقصد بها النسبة، انه اذا قلنا العنف المدرسي نقصد بها العنف في الفضاء المدرسي. نعم. كما استعمل هو كلمة الحياة المدرسية، يعني تجم تقول الحياة في الفضاء المدرسي، والحياة المدرسية هي نسبة على كل حال، والنسبة لها الزمن وعلى الزمن المدرسي. نعم. كما قال سي محمد. نعم. لها النسبة لها دلالات، وفي اللغة يمكن أن نجد نفس التعبير يدل دلالات مختلفة، فلا مشاحة، هذا ما أردت أن هذه لا مشاحة ترى ويسرني سيسألوا عليها قلشني لا مشاحة، لا مشاحة يعني ما نشدوش صحيح. نعم. وما نكاشحوش برشا. نعم. نعم. كما واحد. نعم. يكاشح في البيع والشراء. نعم. قولوا له لا مشاحة. نعم. فمع احترامي وتقديري ومحبتي الكبيرة للأستاذ سامي شبشوب، وهو متفقد أول في مادة الفلسفة ورجل يتحمل مسؤولية تربوية كبيرة، فقط من باب هكا التواصل معه من باب التوضيح. نعم. ليس إلا. نعم. ونحترم رأيه وكلامه صحيح، ولكن حبيت نوضح شوية المقصود. نعم. من هذا على كل حال المسؤولية، شكون المسؤول؟ كلنا مسؤولين يا أستاذ نوري، أنت وأنا وهو وهي وهما وهن وهم، جميع الضمائر، ضمائر المتكلم والخطاب والغياب، كل الضمائر من أنا إلى هن،
هذو ما الكل مسؤولين والناس الكل يلزم تقف صف واحد والناس الكل يلزم معناها نتصدقوا سياسة الدولة. إيما هل ترى ربينا اليوم سي أحمد تقولنا لكلكم مسؤولين، احنا اليوم ربيناش التلميذ اللي هو طرف رئيس في العملية التربوية داخل الفضاء المدرسي على أنه يتحمل مسؤولية الفضاء المدرسي، كما هو راه مسؤول عن نفسه خارج الفضاء راه مسؤول عن نفسه وعن الآخرين وعن المعرض داخل الفضاء المدرسي. هذا من المشاكل، هذا من المشاكل اللي حقيقة يلزمنا نتنبهوا لها، ما وصلناش للمستوى اللي تتحدث عليه سيادتك، هذا شيء مهم جدا. وقت نأهلوا التلميذ نوصلوه، أنا وقت نسمع حاجة تألمني تبكيني تجعل قلبي يقطر دما، نسمع ولي المعلمة ضربت ولده، ربما غلطت هي المعلمة لا بأس، غلطت ما حقهاش تضربه، لكن يا سيدي حصل هذا، يأخذ ابنه من يده ويذهب إلى المعلمة لماذا؟ ليعنفها أمام ابنه ويقول يقولها تضرب سيدك ما عرفتش هذا ولد شكون، وتأخذه العزة بالإثم. إيش تنتظر منه الطفل هذا مش يطلع كيفاش مش يكون؟ أهو يلزمنا نبدأه بأنفسنا، يلزمنا نبدأه من الأسرة من الولي، وبعد ننتقله للمربي والمعلم والمؤسسة التربوية، وبعد ننتقله لسياسة الدولة والبرامج، البرامج اللي يلزم تتلائم مع واقعنا العربي الإسلامي التونسي. نعم، نواصل مع تليفون أخير اليوم في حصتنا. أم حليمة من صفاقس، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أم حليمة. إذا كان أم حليمة غير جاهزة مثالش إن شاء الله في فرصة أخرى تكون حاضرة معنا. سي محمد، اليوم المسؤولية إذن هي مسؤولية الجميع في الحد من ظاهرة العنف داخل الفضاء المدرسي، ولكن الحلول زادة لتقلص من هذه الظاهرة هو أن التلميذ اليوم، وتحدثت سيادتك عن الزمن المدرسي، التلميذ ولا مقاش عنده فرصة أنه ربما يخرج اللي في ذاته من مهارات وقدرات، فيكون العنف وكأنه ردة فعل عن الضغط اللي حصل له في الفضاء المدرسي. وين النشاط الثقافي؟ وين الفضاءات الثقافية؟ وين القدرات والمهارات اللي ربما تتنامى لدى الطفل وحب يظهرها وغير موجودة؟ فإذا بالعنف ربما هو السبيل إلى خروج هذه الطاقة. رأى عندما يعبر التلميذ بالعنف فأنه يريد أن يبلغ رسالة مضمونة الوصول للمجتمع بكافة شرائحه واتجاهاته وانتماءاته. توا المسؤولية بالنسبة لدراسة موضوع العنف كما هو بالنسبة للزمن المدرسي كما هو بالنسبة للمنظومة التربوية، هذا راه شأن وطني. وقت اللي نرجع للأسرة، صحيح على أن داخل الأسرة تحدثنا على حرية المرأة وعلى أن المرأة خرجت لتعمل، والرجل كذلك هو يعمل، خرج الرجل وخرجت المرأة، هذا من باب توفير التكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل. لكن السؤال الأعمق، أنا ما نتحدثش في إطار التجاذبات السياسية حرية المرأة ومساواة بين المرأة والرجل، لا، ولكن نقول عمق المشكلة شنو داخل الأسر، كيف يمكن أن نوجد نظاما، أن نوجد نظاما نحقق من خلاله التناسب بين دور المرأة داخل البيت ودورها خارج البيت. الرجل دوره قعد هو نفسه، لكن المرأة تغير دورها بفعل التعليم وبفعل التحولات التي حصلت على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى التربوي. المشكل أننا نتوجه إلى الكيفية التي بها نعالج المشاكل اللي عندها علاقة بالأسرة. ينبغي أن يعود التماسك إلى الأسرة، ينبغي أن نهيئ الأجواء التي من خلالها ننشئ الطفل التنشئة الاجتماعية السليمة، أن نمكنه من شحنة العواطف، أن لا نحرمه من الوجدان، أن لا نحرمه من حاجاته، أن نقرب العائلة. مش قاعدة تجتمع الآن لكتار اللي يخدم توا، لكتار اللي يخدم لولي توا، من اللي هو من اللي يخرج من الدارة هو يسمع حتى اللي يدخل. إذا كان مش حتى في القسم هو زاد يسمع، صحيح ما ثماش حوار، ما ثماش وفي القسم ويسمع. تمشي فيما بعد للمنظومة التربوية، شكون هو مسؤول عليها؟ مسؤول عليها الأحزاب السياسية، مسؤول عليها سلطة الإشرافة، مسؤول عليها المجتمع بكامله، ومن ذلك العنصر الرئيسي اللي هو التلميذ.
يلزم يتشرك في كل ما من شأنه يكون عنده علاقة في حياته في مصيره في تربيته في تعليمه. نعم. وكذلك الأمر بالنسبة كذلك الأمر بالنسبة للأولياء اللي مطروح اليوم على أن القضايا التي تناقش ما تتناقش على أساس الخروج بالمجتمع والوصول به إلى بر الأمان، وإنما الكيفية اللي بها كل إنسان يحاول باش يمرر الإيديولوجيا متاعه يحاول باش يمرر المواقف متاعه. نعم. سي محمد إذا كان أمكن أم حليمة حاضرة معنا في التليفون من جديد، أهلا وسهلا بها. مرحبا بك، أهلا وسهلا أم حليمة. عايش بيت نسحة سي أحمد. الحمد لله. ها سي أحمد وسي محمد السلماني. جزال الكلام اللي كنت باش نقوله، قالوا سي أحمد ما شاء الله ملم الموضوع كامل. بالنسبة لي أنا نحمل المسؤولية الكبرى للأولياء. الأولياء. على خاطر أنا نتذكر روحي أنا صغيرة كنت سنة 6 حكيت في الثمانينات فهمت. أيوة. يعني صغيرات إحنا نقرأ في القرآن، من كثر ما إحنا قاعدين نقرأ والطفل ما طلبش يستريح من سيده، ما طلبش باش يستريح، قعدنا احنا كملنا قرينا القران وهو مسك القعد في بلاصته، ومن بعد ارى دور بالنسبه للمعلم، ارى دور المعلم كي كملنا قال له علاش ما طلبتش انت باش تستريح، قال له سيدي انا حشمت باش نقضي على صحابي وحشمت باش نقول لك انت في نفس الوقت شفت معليش. قال لنا المعلم خلينا تعرفوا واش تعملوا، جيبوا التراب وتسقفوا على زميلكم على صديقكم. كان صارت الفازه هذيه في جيلنا تو وفي وقتنا تو وفي صغارنا تو راهم ضحكوا عليه، نزيد اون بليس المعلم ما يتصرفش نفس الاسلوب نتاع تويكا، نرى فما تغير في الافكار وفما تغير في اسلوب المعامله مع الطفل. نعم. بالنسبه اكثر تغير مع الاولياء. نعم. التلميذ يجي يشكي لبوه يقول له يا بابا راني انا سيدي قال لي كذا، يجي يجري الولي ويبدا يعاتب في المدير وفي المعلم وكيفاش ولدي تحكروه وكيفاش ولدي تعملوا له وكيفاش. انا نرى هذايا نقص من الوعي الاولياء، انا نحمل المسؤوليه الكبرى. نعم. للاولياء. هالنقص هذايا ام حليمه شوف شعمل في بعض المعاهد، احنا تو باش نعديو فيتيير وباش تشوفوا انتم الظاهره هذه الى ما توصل احيانا في بعض الاحيان من تخريب لفضاءاتنا المدرسيه. اتفرج معنا في دقيقتين ولا ثلاثه نشوفوا هالفضاء كيف تحول، هذا الفضاء المقدس اللي عنده حرمته كيفاش يتحول في بعض الأحيان نتيجة اللي كنت تتحدث عنه. استفاقت مدينة صفاقس صباحة الجمعة على فجاعة كبرى تتمثل في احتراق مكتب استقبال التلاميذ بالمعهد الثانوي 15 نوفمبر المعروف بمعهد الحي. الحدث هذا وقع اليوم 6 بتاع الصباح تقريبا، اتصل بي السيد المدير في حدود الساعة 7 بعد ما تم إعلامه من طرف الحارس اللي كان موجود على عين المكان، تفطن الحريق لأنه اشتم رائحة معناتها صادرة من نفس الفضاء هذا اللي وقع الحريق فيه. تحولت على عين المكان بتبع شاهدت معناتها شنو اللي صار من إتلاف للوثائق دفاتر التلاميذ اللي كانت موجودة في المكتب، بعض تجهيزات الآلات التسجيل إلى غير ذلك مستها النيران. بطبيعة نعتبر أنه الحريق هذا هو حدث ما نعرفوش إذا كان بعمل مدبر أم لا، ونتمنى أنه يكونش كذلك. على كل حال بعيد الحادث فتح تحقيق أمني لمعرفة أسباب وملابسات الحريق هذا، ويذكر أن نفس المعهد قد تعرض بعد ثورة 14 جانفي إلى عمليتي خلع ومحاولة إحراق طال ذات المكتب من أطراف مجهولة. جاء الحماية المدنية قامت باللازم لإطفاء الحريق، واتصلنا كيف اتصل السيد المدير بالأمن، الشرطة الفنية جاءت عين اتخذت ربما بعض الإرشادات حول المسار في الجانب هذايا، واكيد ثم متابعه من طرف الأجهزة باش تحدد المسؤوليه وبالطبيعه تقوم باللازم في الغرض. حادثه الحريق خلفت حاله ذهول وفزع في صفوف الاسره التربويه، كما انها تدعو الى طرح تساؤلات عديده، وهي هل ان الحادث ناجم عن خلل في التيار الكهربائي ام انه بفعل فاعل، واسئله اخرى تتفرع اهمها من المستفيد من احراق مكتب استقبال التلاميذ بمؤسسة تربوية عريقة. خلفت الحادث أنا نعتبرها نفسية أكثر منها مادية، لأنه اللي صار على كل حال هذا أمر إذا كان يكون قضاء بتبع معناتها نحن نعتبر أنه المرادية تنجم تصير في أي لحظة، تأثيرها النفسي على المحيط التربوي على الأساتذة على الإطار التربوي داخل المؤسسة على التلامذة اللي شاهدتهم أنا وقت اللي كنت حاضر غادي معناتها
في متعجبين للامر وفي حيره، قاعدين يشاهدوا في الفضاء اللي كانوا ينظروا له بطريقه ما. اصبح معناتها مكان فيه روائح، فيه حريق، معناتها مست نيران الى غير ذلك. بالطبيعه هذا ياثر على الجانب النفسي في المحيط التربوي. في ظل الاضطراب الذي تعيشه مؤسستنا التربويه بدايه من الوقفه الاحتجاجيه للاساتذه اليوم الجمعه وتذمر التلاميذ من عدة مشاكل في بداية السنة الدراسية وصولا إلى الحرق، يبقى معهد 15 نوفمبر ينتظر وقفة حاسمة من الأولياء وتلاميذ المعهد لإصلاح ما وقع حرقه وللتصدي إلى محاولات زج هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات التربوية في دوامة عنف لا تحمد عقباها. برغم اللي هذه الصور تؤلم، برغم اللي هذه الصور تعد صور لا مبرر لها، ومع ذلك عنا ثقة كبيرة في الأسرة التربوية، في الأساتذة، في الإدارة، في التلامذة، لكل الأطراف أنهم يخرجوا من هذه المواقف اللي تعد فعلا مرفوضة، وينجم تكون الفضاء المدرسي بهم هما فعلا نجم تكون فضاءاتنا دائما مشعة بنتائجها وبعلمها وبمعرفتها وبأبنائها وبكفاءاتها. هكا نوصل إلى نهاية حصتنا اليوم من زدني علما. مشكور جدا سي أحمد أنه كنت معنا اليوم في الحصة. الشكر لله أولا وأخيرا. كان تسمح لي بعشرة ثواني، نعم. نحب نسوق معلومة لبيان قيمة الأخلاق في المنظومة التربوية، واللي أنا حرصت عليها عندما تكلمت منذ قليل. في اليابان تلميذ في البكالوريا ناجح بمعدل 19 من 20، نعم. حرم من النجاح لماذا؟ لأن في ملفه التأديبي أنه شتم أستاذه. التعليق لكم حضرات المشاهدين الكرام. نعم سي محمد، مع الشكر والتحية. الله يبارك فيك. الإنسان قيمة، والنظر إلى الإنسان ينبغي الاعتبار فيها إلى القيمة، وما غير قيم لا يمكن للمؤسسة التربوية أن تقوم برسالتها. نعم. بوركت سي محمد. مشاهدينا بارك الله فيكم على تفاعلكم معنا، مكالماتكم العديدة اللي وصلت اليوم، وللأسف نعتذر للكثير منها لما كانش معنا. ومرة أخرى نجدد تقديرنا، تحياتنا للأسرة التربوية، وتقديرنا وتحيتنا كذلك للتلامذة العقلاء اللي قادرين على أنهم يتجاوزوا بعض الصعوبات ويتحدوا هذه الصعوبات، وبالحوار يبنيوا الأفضل وتكون مؤسساتهم مشعة دائما بالنجاح. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء. مليون أنا معكم، نحس بكم، نعاونكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث نقيض. سليم؟ وي نجم نحكي معاك؟ اسمع نرفزتني راك. ان شاء الله خير. صارت لك حاجة؟ ما حتى مش وينك؟ شبيك سكر تليفونك؟ وتمثيليه اليوم على الخدمة. خلينا نتفرجوا عليها مع بعضنا ونرجعوا نكملوا حديثنا. يا سيدي أنا في بالي باش ندبر الخدمة. وي خي ما تقوليش بين سيدي فارغ. لا وسع بالك معاه شويه. يا مرض اش طيبت لنا اليوم؟ هاي بسم الله. صح. شتي الحكايه؟ احسن سلعه في العالم هذي. مليون أنا معكم، نحس بكم، نعاونكم، نأمنكم، ونحب لكم من الحب الروحي على خاطر مع الزيتونة تكافل الكلنا واحد. الزيتونة تكافل، مبادئ نتقاسمها.